تحية حلوة حلوة كالتمر وأحر من الجمر. كان هديها لتيفلت بريس وكاع الإخوان الحضور اللي ساهموا في هذا العمل المسرحي اللي كان تأليف وإخراج عبد الرحمن سيكري وتشخيص حنان حرطان، رشيد لقمان، صلاح بوتكريشت، محمد الزاكوري، علاقة العامة أنوار الخردالي عبد ربي. وكنوجه الشكر لإدارة دار الشباب سعود يوريوز وتيفلت بريس كذلك السي في شخصها السي بو عرفي والإخوان ديال كل من ساهم من قارب ومن بعيد. أنا ما غاديش نهضر على لي كريتيك أنايا وغادي نهضر على السلبيات، حيت الشرح الواضحات من المفضحات كيف كيقولوا. شكرا.